طبعا بداية يعني ربما فاتنا أن نعرج أن هؤلاء شهداء كما هو أصبح معلوم للجميع، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الهدم شهيد كما هو الغريق والحريق، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم من الشهداء. ولكن هذه الشهادة لا يعني أنهم لا يغسلون ولا يكفنون. الأصل الحقيقة وما عليه يعني عامة علماء المسلمين أن هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. طبعا من لا يغسل ربما إذا كان ممزق مقطع لا يمكن تغسيله، فهذا ييمم أو ييمم عنه يعني بشيء من التراب. نقول حصلت بعض الحالات بأنه لم يغسل وليس عند من الناس من العلم أصلا لإقامة عليه يعني تيمم ونحو ذلك، فهذا لا شيء، لا حرج في هذه الحالة والله أعلم، ولا ينبش من أجل ذلك، لا حرج إن شاء الله.